افتتح سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمرانية المهندس عصام بن عبد الله خلف الجسر العلوي لتقاطع ألبة الذي يصل بين شارع الاستقلال وشارع الملك حمد في الاتجاهين، ضمن أعمال مشروع تطوير تقاطعي ألبة والنويدرات، وهو أكبر المشاريع الاستراتيجية التي تعكف الوزارة على تنفيذها لتطوير شبكة الطرق في البحرين، حيث ينفذ بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ضمن برنامج التنمية الخليجي. وحضر هذا الافتتاح مجموعة من ممثلي الدوائر بمحافظات المملكة وعدد من المهندسين. وقال سعادة وزير الأشغال إن هذا الافتتاح هو المرحلة الثانية من المشروع، وبالتالي تكون الوزارة قد انتهت من الأعمال الرئيسة فيه من خلال افتتاح الجسور العلوية، مضيفا بأن الوزارة اعتادت في كل عام أن تهدي مملكة البحرين إنجازا جديدا من مشاريع البنية التحتية، تزامنا مع احتفالات المملكة بالعيد الوطني المجيد وذكرى تولي جلالة الملك لمقاليد الحكم، وهو تأكيد على التطور والنهضة في عهد جلالته الزاهر. وأضاف المهندس خلف بأن هذا الجسر سينقل الحركة المرورية بشكل حر في اتجاه الجنوب والشمال بين شارع الملك حمد وشارع الاستقلال، ويتضمن 3 مسارات في كل اتجاه. وتقدم سعادة الوزير بجزيل الشكر والتقدير إلى الحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس الوزراء وإلى سمو ولي العهد لدعمهما مشاريع تطوير شبكة الطرق بالمملكة، كما تقدم بالشكر إلى شركاء الوزارة في تنفيذ هذا المشروع. سررت اليوم بافتتاح الجسر الموصل بين شارع الاستقلال شمالا وشارع الملك حمد جنوبا في الاتجاهين. الجسر هو جزء من مشروع أكبر اللي هو تطوير تقاطع النويدرات وألبة، وسبق للوزارة في المرحلة السابقة أن انتهت من بناء وافتتاح جسر النويدرات، واليوم هذا الافتتاح يكمل منظومة الجسور في هذا المشروع الكبير الذي هو يعتبر تقاطع مفصلي على شبكة الطرق الاستراتيجية، وسوف يساهم إن شاء الله في انسيابية الحركة المرورية. الفرح اليوم في هذا اليوم المبارك، ونحن في هذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل شركائنا في العمل في هذا المشروع. لم يكن هذا الإنجاز ممكنا دون هذا التعاون وهذا التنسيق بين مختلف الشركاء في العمل